السوشيال ميديا زي ما ليها تأثيرات سلبية كتيرة وليها طبعا يعني إيجابيات كتير وليها مساوئ، وده اللي حصل مع الفنان محمد جمعة اللي كلنا فاكرينه بشخصية عم ضياء زي ما كنا بنتكلم من شوية، صاحب مقولة كله رايح. محمد جمعة طلعت للأسف إشاعة إنه توفي، ولكن سريعا طلع وأكد إنه بخير وقال إن عيلته اتخضت من الخبر ده واستغرب بسبب انتشاره. الحقيقة طلب من الصحافة والجمهور التأكد من نشر خبر زي ده ممكن يسبب مشكلة، لأنه ممكن يكون وقت ما حد أراه من عيلته هو برا البيت ويعمل لهم قلق ويوترهم على ما يطمنوا عليه يكونوا هم يعني حالتهم بقت سيئة. فيعني توخي الحذر في الأخبار السيئة دي ياريت يكون يعني أهم من السبق فيها. صحيح، مش مجرد أن أنا شفت خبر أعمل شير وإيه بقى وينزل يقولك يعني رحمة الله عليه وكل حاجة ومفيش مشكلة طبعا، ولكن الكلام ده لما أكون متأكد من الخبر، ولكن بحسن نية أحيانا الدنيا بتتدمر للأسف الشديد، والمشكلة بيكون في انتشار التكذيب، لأنه ممكن نفي الخبر ما يكونش بنفس الانتشار اللي حصل في انتشار الخبر نفسه عن الوفاة. ربنا يديه الصحة طبعا. في مسألة السوشيال ميديا كنا كلمنا قبل كده، دايما بنأكد ان مش عشان تعمل ريتش لصفحتك تتسبب في خبر عن وفاة شخص تاني، بل بالعكس ممكن حد من قرايبه المقربين ليه يحصل له حاجة لا قدر الله لما يسمع الخبر ده وشائعة سخيفة زي دي، محدش عارف طبعا ممكن يكون تأثيرها ايه مثلا في عيلته وفي والده وفي والدته، ممكن للأسف الشديد بعدها يكون في كارثة بسبب ده. خلينا نكون دايما حريصين اي خبر في اي مجال يعني شائعات متحدة. السوشيال ميديا ارض خصبة للشائعات، واي حد عايز يتأكد من معلومة سهل جدا ان انت تتأكد منها قبل ما تعمل لها شير، يعني ممكن تدور على المواقع الموثوق فيها المعنية بالامر اللي انت بتتكلم فيه، تابع قناة من القنوات اللي بتقدم المعلومات الدقيقة والصحيحة والمدققة، وشوف المعلومة الأول قبل ما تشيرها. يعني بس فكرة ان احنا قاعدين طول النهار بنسكرول كده ونحط شير لبوست احنا مش عارفين مدى دقتها ومدى تأثيرها على الآخرين، الحقيقة بقى شيء مرعب للغاية. يعني خلينا نبقى دايما إيجابيين ودايما نستخدم الشيء في المناطق الإيجابية بتاعته، ما ناخدش المناطق السلبية بتاعته، يعني نحاول قدر الإمكان. كتير مننا وقع في إن هو شير قبل كده خبر غير دقيق أو معلومة غير صحيحة، بس لما بيتحقق منها ياريت برضو يشير الشيء الأدق والصح.